يعني ما كلمتهوش ولا هو كلمك لا ولا حاول يبرر ولا يدافع عن لا نفسه؟ معترف ومش ندمان، مش مش ندمان ندمان كمان على اللي عمله خالص. خالص، مش ندمان. بيقول البني ادم بيغلط، الجلم بيغلط. دي اب، ده عار على جميع الابهات، دي عار على البشريه كلها. انا بظلم الحيوان لما شبهه بحيوان، ده الحيوان وافي. ده الكلبه بتشيل عيالها بحنكها، الكلبه اللي بنقول عليها كلبه بتشيل عيالها بحنكها. انما دي اب ازاي؟ قولي لي انت دي اب ازاي؟ طب تفتكري حق بنتك يرجع ازاي؟ حق بنتي يرجع، انا واثقه في قضائنا، قضائنا هيجيب حق بنتي. لكن انا بناشد جميع من اللي يشوفني، وبناشد رئيس جمهوريه مصر العربيه انه يجيب لي القصاص العادل ويتولى ويتبنى الطفله دي. طفله هتجيب طفله، تصوريها ازاي؟ بدل ما يجيب لبنته عروسه تلعب بيها، جاب لها طفل تشيله على ايديها. شوفي انتي بقى دي ازاي؟ ازاي؟ بدل ما يسترها عراها، بدل ما يحميها طعنها. قولي لي ازاي بقى انتي، قولي لي، قولي لي ازاي؟ انتي عندك كام سنة يا نجار؟ ممكن تعلي صوتك شوية هتكلم معاكي كلمتين؟ 12 سنة. عندك 12 سنة؟ ايه اللي حصل؟ انا كنت بصحى الصبح بلاقي دي مبلوعة، وكان بيحط لنا ايه؟ كان بيحط لك منوم؟ طب انت عرفتي ازاي ان هو كان بيحط لك منوم؟ ما كان بيعمل لنا الاكل والشرب، ومش كان بياكل معانا ولا بيشرب.